الرئيس السيسي يواجه المحافظين الجدد ونواب المحافظين ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم. الخارجية العراقية تدين اعتداء محتجين على قنصلية إيران بالنجف وفرض حظر التجول بالمحافظة. فرنسا تهدد إيران بإعادة العقوبات بعد انتهاكاتها المتكررة للاتفاق النووي. السابعة صباحا الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظين ونواب المحافظين الجدد ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطن وتلبية احتياجاتهم وتعظيم موارد المحافظات واستغلال الميزات النسبية بكل محافظة. كما وجه الرئيس بالتنسيق السريع والفعال مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة في كل الملفات والمساهمة في تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة. أدانت وزارة الخارجية العراقية الاعتداء على القنصلية الإيرانية في محافظة النجف جنوبي البلاد من قبل محتجين، واعتبرت في بيان أن الغرض من ذلك هو إلحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين، مؤكدة أن البعثات الدبلوماسية العاملة على أرض العراق محط احترام وتقدير. في غضون ذلك فرضت السلطات حظرا للتجول في النجف حتى إشعار آخر، وذلك بعد تصاعد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن. أعلنت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان بدء تنفيذ إضراب مفتوح، وذلك اعتبارا من صباح اليوم في مختلف أنحاء البلاد. وقال بيان للنقابة إن القرار اتخذ بالنظر إلى حجم الخسائر والتي لحقت بالقطاع نتيجة الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة تدابير الدولار في السوق السوداء. في غضون ذلك يجري السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على رأس وفد من الجامعة سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين السياسيين اللبنانيين لبحث سبل الخروج من الأزمة الراهنة. هدد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان بالعودة إلى آلية منصوص عليها في الاتفاق النووي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وذلك بعد سلسلة من الانتهاكات ارتكبتها إيران. جاءت تصريحات لودريان بعدما تزايدت حدة التوتر بين إيران والغرب مع انتهاك طهران تدريجيا القيود المحددة في الاتفاق ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق ومعاودة فرض العقوبات عليها. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون أقره الكونغرس الأسبوع الماضي يدعم المتظاهرين في هونغ كونغ. وقال ترامب في بيان إن مشروع القانون يحدد سياسة الولايات المتحدة تجاه هونغ كونغ ويوجه عملية تقييم التطورات السياسية هناك. من جهتها اعتبرت الخارجية الصينية أن مشروع القانون يمثل تدخلا واضح في شؤون المدينة، وحذرت من أنها ستتخذ إجراءات مضادة صارمة ردا على ذلك. وصلنا لختام هذا الموجز، ولمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.